واكيد عن جديد يسعد صباحك يا زينه، يسعد لي هالصباح لانه رح نبلش باولى فقراتنا لليوم مع النشاط ومع الحيويه مع الرياضه. رح نحكي اكثر عن الرياضه يلي هي النشاط البدني المفضل لمعظم الاشخاص بكل انحاء العالم، لانه هي اكيد تعمل على تخفيف التوتر والقلق وبتنعش الجسم والعقل ايضا، وبتساعد الجسم على العمل بكفاءه عاليه وبتقوي العضلات. للرياضة فوائد كثيرة، رح نحكي أكثر مع الكوتش هديل سعيد. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير كوتش. يسعد صباحك يا كوتش. يعني كل الصبايا، وهلا خلينا نقول الصبايا والشباب، فئة من الشباب بيحبوا بناء عضلي أكثر من إنه يكون في هذا يمكن انقاص الوزن كثير مثل البنات. الصبايا كثير بحبوا انقاص الوزن ونحت الجسم. خبرينا اليوم كوتش عن الرياضات الاكثر شيوعا لانقاص الوزن والافضل لانقاص الوزن. هلا ما في رياضه ما بتنزل وزن، بس بالنسبه للاختصاص اللي انا بعطيه، رياضه الزومبا والايروبيك هي من الرياضات اللي كثير بتنزل وزن، تشد الجسم، بتعطي لياقة، لأنه أنت عم تلعبي بالأيروبيك والزومبا نفترض ساعة، بالساعة أنت عم تحرقي من 400 ل 800 سعرة حرارية، فهون بصير في إنقاص وزن أكثر بهالرياضتين بالتحديد. نعم كوتش، هلا نحن كثير بنشوف من الاشخاص بيقولوا جسمهم عنيد، ما بيقدروا ينزلوا السيلوليت او الدهون يلي موجوده عندهم. خلينا نحكي مين هن، ليش في جسم عنيد ما بيقبل ينزل لا بالرجيم ولا بالرياضه؟ بيكون اكيد نمط للرياضه خطا. هلا انا بدي امشي اول شيء الرياضه الصح، بدها نظام غذائي صحيح، فانا لما بمشي على نظام غذائي صحيح ونظام رياضي صح، فانا هون بتخلص من السيلوليت، بعطي نتائج جيده لجسمي، بحرق حريرات كثير، وبالتالي انا هون فبيكون الجسم عندي ساويت مثل ما انا بدي ساوي. كوتش يعني خلينا نحكي شوي عن النظام الغذائي، شو المسموح وشو الممنوع للي بده ينقص وزنه، لانه عم نلاحظ انه احيانا في حرمان من كثير من الاغذيه. خلينا انت كوجهه نظرك كرياضيه، الاغذيه اللي ممكن تفيد الرياضه، يعني احنا بنعرف انه البروتين لازم، بس مو اي بروتين كمان، فخبرينا عنه. هلا اهم شيء بالنظام الغذائي انا ما اجي العب رياضه وروح بعد الرياضه فورا اكل شاورما، فانا هذا الشيء بيضر طبعا، فانا بدي امشي على نظام غذائي، اعرف انا قبل الرياضه شو بدي اكل وبعد الرياضه شو بدي اكل. طبعا انا بدي ادخل كل العناصر الغذائيه بالنظام، ما اقطع كل شيء، يعني انا ما لازم خلص انه ما عاد اكل ابدا لانه بدي انحف، لا لازم اعمل النظام بشكل صح، دخل البروتينات، السكريات بمقدار قليل من الشيء المطلوب من الحد اللي انا بدي ادخله للجسم، مثل التمر، مثل التمر مسموح طبعا، بس انا ما بصير اكل دونات، اكل هدول الاكلات الدسمه، الحلويات يمكن الطبيعيه اللي فيها سكر طبيعي. طبعا انا بلجا للعصائر الطبيعيه لانه هي بتعطيكي طاقه السكريات الكافيه للجسم. بالنسبه للحلويات انا فيني اكل مره بالاسبوع منشان اعطي الجسم الطاقة اللي لازم انه انا اعطيها. قبل النادي شو لازم تاكل الصبية وبعده بقد ايه؟ قبل النادي بالنسبة للفطور بتاكل فطور متكامل بالبروتينات، متكامل بالعناصر الغذائية اللي الكاملة، يعني باكل انا مثلا بيض، باكل انا معه خضرة، فانا هون بكون انا كملت العناصر الغذائية. طبعا. بالنسبة للفطور بعد الرياضة انا لازم نقطة مهمة انه انا قبل الرياضة اكل بساعتين، يعني قبل الرياضة بساعتين، لانه انا ما بصير العب اكل واجي العب رياضة، فانا هون ما عاد فيني العب رياضة، فبصير في الجسم ما عاد يعطي الطاقة اللي هو بيعطيها بالعادة، فانا بعد الرياضة فيني اكل باي وقت، بس حصرا قبل الرياضة بساعتين لازم انا اكل. وبعد الرياضة؟ بعد الرياضة كمان بشي ساعة. نعم كوتش، خلينا نحكي، كثير في من الصبايا والشباب ما بيقدروا يعملوا تمارين محدده، ولكن يمكن ما بيخبروا المدرب على هذا الشيء. خلينا نحكي اكثر، شو هي الرياضات يلي بتاثر ممكن على العمود الفقري، ممكن على بعض العضلات عند الاشخاص يلي بيعانوا من امراض؟ هلا لكل رياضه في شيء لازم اللاعب ما يلعبه، يعني له ليميت محدد، ما لازم تمام. هلا المصاب طبعا بالديسك
المصاب بالتهاب بالمفاصل، المصاب بالتهاب بالعمود الفقري، المصاب بكسور، انا هدول هون انا ما لازم يلعب رياضه، او انا بيجي بلعبه رياضه بتبع نظام بيراعي حالته الطبيه، فانا هون بعرف انه كيف اتعامل مع هالشخص المصاب. نعم. طيب خبريني كمان، في اخطاء شائعه عن ممارسه الرياضه، كثير من الصبايا عم بيشربوا مشروبات، عم بيشوفوها مواقع التواصل ليها، مثل الديتوكس، الزنجبيل وقرفه، ليمون ومي، خيار وما بعرف شو، هل هن مفيدين بمساعده مثل ما بيقولوا الايض والاستقلاب بالجسم؟ وخبرينا قد ايه مهم اليوم التحميه قبل الوجود، يعني قبل ما تعملي الرياضه؟ هلا الاحماء شيء طبيعي و100% صح، يعني انا ما فيني فورا فوت اعمل جهد كبير بالرياضه، انا لازم اعمل احماء لا يقل عن 10 دقائق 15 دقيقه مشان هيئ الجسم لحتى يبلش يلعب رياضه بشكل صح. فانا بالتالي انت بالنسبه للديتوكس اللي حكيتي عنه، هو طبعا مو انه بيعمل انقاص وزن، بيعمل كذا مثل ما بيقولوا، يعني لا، بيعمل 1% من اللي انت حكيتي. بنرجع بنحكي مثل ما حكينا قبل انه النظام الغذائي هو اهم شيء، انا لازم اعمل احماء، اعمل تمرين صح، اعمل نظام غذائي صح، بلاقي نتيجه صح. لا، النظام الغذائي بس انه لازم كل شيء يكون مسلوق مثل ما انه متعارف عليه، كل شيء يكون مسلوق، يعني من البروتين للخضره للرز للحمه. هلا مو شرط مسلوق، هلا فيني انا اكل مشوي، يعني المسلوق ومشوي انا هون مسموح. اما مثلا الي زيوت، هدول الزيوت زيت زيتون وكذا، زيت زيتون مسموح، اما الزيت العادي هو لا، فهو بيعطي شويه دهون للجسم. تمام. يعني لازم دائما اي حدا بده يلعب رياضه لازم حدا كوتش يكون يعني متابع حالته، ان كانت الصحيه وان كانت الجسديه. خلينا نحكي، في بعض الرياضات ممكن هي بتعمل مشاكل للاشخاص، بيكونوا هن تمارين كثير صعبه او بيكونوا تمارين عسيل، يمكن هن بيصحوا للشباب ما بيصحوا للبنات. خلينا نحكي عن يعني ابرز المشاكل اللي بتسببها الرياضه بالتمارين القاسيه. هلا المشاكل اللي بتصير هي انا لما بلعب رياضه بدون اشراف كوتش. هلا انا قولا واحدا لازم انا العب رياضه يكون في مختص عم يشرف علي بطبيعه الحركات اللي انا عم بعملها، لان احنا في عنا طبيعه عدات، في عنا طبيعه تمارين انا لازم امشي عليها. انا لما بيجي بلعب بالبيت يمكن اذا تابعت اليوتيوب فانا يمكن انسى عده، ما لازم بين كل عده وعده لازم يكون في استراحه، انا انسى اعمل استراحه فبالتالي بيصير اصابه، فانا لازم هون روح اعمل تحت اشراف كوتش هو يشرف علي بالرياضه اللي انا عم بلعبها. طبعا الرياضات اللي الشاقه هي من اغلب الرياضات اللي بتعمل اصابات، فانا هون ما لازم اعمل تمارين شاقه، بمشي تحت اشراف الكوتش لانه هو بيعطيني نظام رياضي صح بمشي انا عليه. نعم. طب قد ايه المده المطلوبه لحتى تكون كافيه لحرق الدهون؟ يعني في ناس بتقول 35 دقيقة ل 45 دقيقة، في ناس تقول ساعة، ساعة ونص، خبرينا يعني الصبية قد ايه بدها لحرق الدهون، يعني تقريبا وقت صحيح؟ هلا نحن اوريدي يعني لازم ساعة كافية ل ساعة كاملة، ساعة كاملة هي 60 دقيقة، 60 دقيقة مع الأحماء والبدون، طبعا مع الأحماء وكل شيء، لأنه هي الأحماء مدتها 10 دقائق 15 دقيقة، أنا بعمل ساعة كاملة، تجاوزنا ساعة ونص هي كافية لأنه أنا أعمل رياضة. طبعا الوقت الزايد عن هذا هو مضر، لأنه نحن في فرق بين مبتدئ وفي فرق بين إنه أنا بلعب رياضة صار لي سنين. المبتدئ بدك تمشي معه تدريجيا، يعني من ساعة لساعة ونص أقل شيء، أما اللي بيلعب صار له سنين انقطع الساعة معلش عادي ما بيأثر، هو بيلعب من سنين بيعرف كيف يقسم الفترات اللي لازم يلعبها. تمام. كوتش خلينا نحكي عن بناء العضلات بالجسم، كثير من الصبايا يمكن بيمارسوا بيلعبوا شوي من الحديد بيصير عندهم عضلات، منظر عند الصبايا هي بشع بيكون، ولكن في بعض الاجسام هي بتشكل هيدا العضل بشكل كثير كبير، ليش وكيف بنخليها هيك تكون عضله مناسبه، يعني ما انا اوفر مثل الشباب؟ هلا انا خاصه هون صح؟
صح في كثير من الصبايا بيطلع لهم هون. هلا بس نسبه قليله من هالبنات عندنا هون. نحن هون انا بيطلع لي عدلان انزل. هلا نحن بنلعب، مو شرط اذا لعبت حديد بيطلع لي عضلات. انا في عندي مثل ما حكينا ببدايه الحلقه انه انا عندي رياضه الزومبا والايروبيك، فهي بتشد الجسم، بتعطي الجسم مشدود ان كان بالايدين ان كان بالرجلين، فانا بيعطي هي الرياضه شكل مشدود. بالنسبه للبنات اللي بيلعبوا حديد فهدول لازم يلتزموا كل حياتهم بقى، لانه انت متخيله انه انا اذا بلعب حديد مثلا، نفترض صلي انا سنه بلعب حديد وفجاه وقفت، شو راح يصير؟ راح تتحول هالعضلات اللي لدهون، فانا هون بتصير مشكله كثير كبيره بالنسبه للي بيلعبوا حديد البنات. نعم، طيب خبرينا هيك شو هي الاخطاء الشائعه اللي بتلاقيها عند الصبايا بممارسة الرياضة اللي حابين ينقصوا من وزنهم؟ في أخطاء عم تشوفيها؟ شو بتحبي تقولي لهم تخبريهم عنها؟ صح، أنا دائما بنصح إنه يكون بالرياضة تحت إشراف كوتش، لأنه أنا مثل ما حكيت قبل إنه نحن بنعمل تمرين رياضي، فهالتمرين الرياضي إذا أنا عملته بدون كوتش فأنا بعمله بطريقة خطأ، فأنا هون من الطبيعي إنه أنا أنصاب بكسر بتمزق، فانا مشان اتجنب هدول الشيء بلجأ لكوتش هو بيقول لي انا كيف مرن هالعضله، كيف اشتغل عليها بطريقه صح، هون بتجنب الاصابات وما بيصير معي اي اصابه. نعم، نحن كثير بدنا نشكرك كوتش بالختام، موفقه يا رب. وهيك ان شاء الله الرياضه دائما رفيقه الكل طبعاً. لانه الجسم السليم، العقل السليم بالجسم السليم اكيد، والجسم السليم بالعقل السليم كمان. لكن بدنا نذكر قول للقائد الخالد حافظ الاسد، انه لما لخص الرياضه بكلمتين انه اني ارى في الرياضه حياه، فهو اختصر كل الرياضه بكلمتين. بدي احب اتشكركم وتشكر الاخباريه السوريه على الاستضافه الحلوه، شكر نادي بنات الأجيال بإشراف الكابتن جورج خوري ونادي الأبطال بإشراف محمود زيدان، شكركم كلياتكم. أهلا وسهلا فيك كوتش هديل سعيد يعني، وإن شاء الله الكل يكون استفاد من النصائح الرياضية وعطتهم دفعة نشاط عليها.